وللمزيد مشاهدينا حول صراع شركاء العملية السياسية على السلطة وتصاعد الخلافات في البصرة وصولا إلى إطلاق النار بين الميليشيات، ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل النائب السابق في برلمان كردستان العراق الأستاذ سالم كاكو. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بكم أستاذ سالم. برأيكم ما هي دوافع مطالبة الكاردينال لويس ساكو بإلغاء فتوى المرجعية بشأن الجهاد الولائي وعدم الحاجة إليها بعد استعادة المدن التي كانت تحت تنظيم يد داعش؟ يعني أنا أولا شكرا على الاستضافة، لكنه الكنيسة والمراجع الدينية مالتنا بعيدة كل البعد عن القضايا السياسية و المشاحنات أو المجاربات السياسية، سواء كان بين الأطراف السياسية أو حتى اللي تسمى نشاطات عسكرية، في بكل البعد هي بعيدة عنها. هي دائما تطالب بالسلام، تطالب بالسلم، تطالب بالمصالحة، لا تتدخل في شؤون لا تعنيها مثل القتال وغيرها. دائما تحب حل المشاكل، سواء كانت مشاكل داخلية خارجية أي كانت، لا فهي لا تؤيد فتاوي ولا تصدر فتاوي أبدا بهذا المجال. في هذا السياق أستاذ سالم، لماذا هذا التمسك بما يسمى بفتوى الجهاد الكفائي والميليشيات التي تشكلت استنادا عليها إبان الحرب على تنظيم داعش؟ يعني أنا بقناعتي إصدار الفتوى في فترة ظهور داعش كانت لتجميع العناصر أو تسموها القوات المسلحة بكل فصائلها على مد تقوم بهذا النشاط وبهذا الدور للقضاء على داعش، لأنه كل الفصائل السياسية الشيعية وكل الفصائل السياسية التي لها ميليشيات أو لها قوات عسكرية منضوية شرعيا تحت هذه الفتوى. فأصدرت هذه الفتوى لتنظمها وتوحدها، لكن أنا بقناعتي بعد انتهاء داعش لم يبقى مبرر لوجود هذه، لا هذه الفتوى ولا هذه التنظيمات هكذا، لأن لم يبقى هناك تنظيم إرهابي يقوم بهذه الأعمال بهذا الحجم. لا، والدولة أنا بقناعتي يجب أن تقوم بواجبها للقضاء على هكذا تنظيمات أو هكذا فصائل أو تسميها مفارز، قوات غير منضبطة، غير يعني إرهابية، تسميها مجموعات إرهابية، تسميها تنظيمات إرهابية. يجب أن يعطى المجال للدولة أن تقوم بواجبها للقضاء عليها وفرض الأمن والسلام وسلطة القانون. ليس من واجب الكنيسة ولا من واجب المرجع الديني أنا بقناعتي أن يقوم بهذا الدور، هذا هو دور الدولة، يجب أن يعطى دور للدولة وقواتها المسلحة بكل فصائلها هي التي تقوم بواجبها، هذا ليس شؤون واجب القوات الأمنية من جيش وشرطة في التعاطي مع هذه التحديات. في ذات الإطار، اتهم الكاردينال ساكو كل الحكومات ما بعد عام 2003 بالتعاطي مع المسيحيين على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية. لهذا المستوى وصل الحال بالشعور المسيحيين في العراق أنهم ليسوا مواطنون درجة أولى، بل يتم التعاطي معهم على أنهم درجة ثانية، ربما حتى وافدين إلى العراق، ليسوا من أهل هذا البلد. والله أنا بقناعتي ليست درجة ثانية، وإنما درجة الرابعة والخامسة. هناك تصنيف لمكونات المجتمع العراقي. مع الأسف إذا كان التصنيف على أساس المحافظة الطائفية والحزبية، فنحن نأتي بالمرتبة العاشرة، مواطنين من الدرجة العاشرة. أي قبل كنت تشوف في كل مؤسسات الدولة ومرافق الدولة الطبيب الجيد والمهندس الجيد والمحاسب الجيد والإداري الجيد والعامل الكفؤ، شوفها من المسيحيين. اليوم فرغت الدولة من الكفاءات، فرغت الدولة من النشاطات المسيحيين، أصلا فرغت الدولة من المسيحيين. يعني قبل 2003 كان عندنا حدود 750 إلى 800 ألف إنسان في بغداد، اليوم لا يتجاوز المسيحيين في بغداد 50 ألف. نعم، اليوم يعني وفق الأرقام المثبتة هناك 1.5 مليون مسيحي ما قبل عام 2003، اليوم وصلنا إلى 300 ألف مسيحي، والمعظم مطالبين اليوم حتى بتهجيرهم وترك ممتلكاتهم وأراضيهم وبيوتهم. مواطن من الدرجة الثانية، وإنما مواطن من الدرجة الرابعة والخامسة حسب أهمية هذا المكون ودعمه من قبل المكون الحاكم.
طيب، أليست أيضا مفارقة كبيرة أن الوجود المسيحي في العراق في ظل ما يسمى بالنظم الدكتاتورية كان يعني وجود يعني لم يتعرض إلى التهجير وإلى السلف الممتلكات في تلك الحقبة، بينما في حقبة الديمقراطية التي أتت بها أمريكا تعرض المسيحيون إلى كل المآسي التي أودت إلى يعني 4 أخماس المسيحيين يخرجون من العراق؟ الله يخليك أستاذ، نحن في 2003 لم نسقط النظام، نحن أسقطنا الدولة وأسقطنا أركان الدولة وأسقطنا الأمن والاقتصاد في الدولة. فإذا لم تبقى الدولة ولم تبقى أركانها، فمن يحمي المواطن والمواطن؟ لم يبقى مبرر لوجود مصطلح الوطن والمواطن، ليس هناك شيء اسمه الوطن والمواطن. مع كل الأسف انهارت كل أركان الدولة، وأولها الأمن والاقتصاد، والحكومات المتعاقبة من 2003 وإلى اليوم ليس بإمكانها فرض سلطة القانون، لأنه هناك سلطات أمنية أقوى منها ومشرعنة بتشريعات سواء كانت قانونية أو دينية تقوم بواجبها بأكثر مما تقوم به الدولة وقواتها الأمنية. فلم يبقى هناك مع كل الأسف مبرر لمصطلح المواطن والمواطنة، وكذلك المسيحيين هم الأكثر تضررا من هذا من هذا من هذا من هذا الحدث. والأكثر تضررا لأنهم أكثرهم بعد لا يقاوم، ليست له أي مقاومة للبقاء في العراق، يطلب اللجوء إلى أي دولة كانت بس يبتعد عنه، لأنه ثقافة المسيحي وثقافة معظم الشعب العراقي والمسيحيين تحديدا ثقافة أخرى لا يتحمل هذا العنف والأحداث في اللي تعرض لها البلد من 2003 لليوم. ليس بمقدوره التحمل بعد الاختطاف والقتل والتهجير والتفجير والتفخيف والسرقة والتزوير. يعني شخص موجود سواء كان في أي مدينة عراقية ويسمع بعقاره انسرق في بغداد وزورت كل وثائقه وتم إصدار أمر إلقاء قبض على صاحب العقار الأصلي من قبل المزورين والدولة لا تعمل شيء، ماذا تنتظر من هكذا حكومات؟ سؤال أخير أستاذ سالم، حيال ما تعرض له المسيحيون من تهجير من الاستيلاء على الممتلكات والأراضي والبيوت، هل هناك من إجراءات تم اتخاذها مع الكنيسة الكاثوليكية في العراق وكذلك جمعيات أخرى حول العالم من أجل الحفاظ على الممتلكات، من أجل إرجاع المسيحيين الذين تم تهجيرهم قسرا من العراق؟ يعني الواحد إذا هجر قسرا في ظل هذا النظام، في ظل حكم هذه الحكومات من العراق، ماذا ينتظر أن يعاد له عقاره المسروق؟ ليس بإمكان الحكومة عمل شيء مع الأسف، وإنما مع الأسف مع كل الأسف بعض من الممثلين لشعبنا سواء كانوا بالبرلمان أو بالحكومة هم مرات أصبحوا عرابين لسرقة هذه الممتلكات. مع كل الأسف أحكيها أنا، مع الأسف الشديد. ونتمنى كل السلامة لإخواننا المسيحيين في العراق. من أربيل النائب السابق في برلمان كردستان العراق الأستاذ سالم كاكو، شكرا جزيلا على حضوركم معنا.